علاش باغي تقول؟ العرض الاول كان زوين بزاف فرانشمون، عجبنا الحال بزاف لان كان جمهور كثير، ما كناش كنتوقعوا هاد الناس كاملين يجيو، فشكرا ليهم. والعرض كنتمنى انه يكون داز زوين، حنا حسينا به زوين وحسينا بالتفاعل ديال الجمهور، اي جيسبيغ يكون عجب الناس وداز زوين. الاشتغال مع سعدية لدي ماشي اول مره، فحنا صحابات اولا وقبل كل شيء، وخدمنا بزاف ديال الاعمال التلفزيه مع بعضياتنا، وخدمنا مسرحيه مع بعضياتنا، خدمنا جوج ديال المسرحيات مع بعضياتنا، هذه المسرحيه الثالثه. الاشتغال كيدوز معها صراحه في جو زوين بزاف، لاننا حنا خوت قبل كل شيء وكنتفاهموا، الحمد لله عندنا نفس الافكار، عندنا نفس التوجهات، ودغيا كنفهمها ودغيا كتفهمني، دونك دازت الامور مزيان. بالنسبه لفريد حتى هو فايت خدمه معاه، وهذه كانت مره اخرى باش انني نتلاقى به، وعجبني الحال بزاف. كمال كاديمي سي فري اول مره كنخدم معاه، ولكن الحمد لله الراجل مزيان وزوين في الداخل ديالو، ممثل كبير بزاف، فما كانش ممكن يدوز الا ما كانش ممكن الخدمه تكون الا مزيانه معاه. الدور اللي كنلعب في هذه المسرحيه هو الدور ديال زروالة، وحده من النساء ديال واحد القبيله اللي الباشا حبس لهم الرجال ديالهم، لان هما معروفين بالعيوط القاصحه بجهه الباشا، كيعيطوا بكاع داكشي الخايب اللي فيه وبكاع الافعال اللي كيدير. دونك هاد وحده من هاد النساء اللي انتخبوا من طرف القبيله، جاوا باش ينتقموا للرجال ديالهم، باش ينتقموا من العيالات ديال القبيله، وباش يقولوا للباشا انه ماشي حيت حبستي الرجال العيالات ما غيقدوا يديروا والو، فهم غادي يجيو يحرروا الرجال واوميم طون ينتقموا من داكشي اللي كدير كامل. كيف ما شاهدتوا ايضا صورتوا، الحمد لله تفاعل كبير جدا، اتلج صدرنا كثيرا، والحمد لله المجهود ديالنا ممشى السوداء ملي كنشوفوا لا الكم ولا ايضا قيمه الناس اللي جاوا شافوا العرض، فحنا سعداء بهذا يعني بهذا النجاح، هذا العرض الاول هنا في مسرح محمد الخامس. مسرحيه الفيجطة لفرقه ارتيليلي هي مسرحيه اللي اشتغلت على فن العيطه، ولكن بمقاربه جديده بتنوع فني جديد، وايضا من اجل خلق فرجه يعني واعيه، ولكن في نفس الوقت ممتعه، وايضا تنهال من الثقافه ومن التراث المغربي الاصيل. كنا سعداء بالفنانين والفنانات اللي حضروا، كنا سعداء ايضا بحضور السيد وزير الشباب والثقافه والتواصل، بالاضافه الى جميع اعضاء يعني الديوان ديالو، بالاضافه لمجموعه من السياسيين والحقوقيين، وايضا مجموعه من الجمعويين، فهاد المساله هذه كتعطينا الثقه اكثر في اشتغالنا اولا، وثانيا بان المسرح دائما كيبقى واحد القاطره مهمه، واحد الوجه مهم من اوجه الحضاره في المجتمع المغربي. فن العيطه هو فن يعني متجذر في الثقافه المغربيه، ما كاينش شي بيت مغربي ما كيستمتعش بفنون العيطه، فبالتالي حنا حاولنا ندير واحد المقاربه مسرحيه لهذا الفن هذا، حاولنا نمسحه في العيطه، والحمد لله كما شفتوا الجمهور تجاوب مع ما اقترحناه فنيا، وكنتمناو ان شاء الله انه باقي العروض تلقى نفس النجاح وتلقى نفس الاقبال. اولا انا كنت سعيد جدا، لان قبل ما نشتغلوا حنا اصدقاء، كتجمعنا الصداقه، وهذه المساله انا اؤمن بها انه خص يكون البعد الانساني اولا عاد البعد الفني، فتجمعني صداقه قويه مع الاستاذه السعديه لديب، الفنانه مريم الزعيمي، مع الصديق كمال كاظمي، الصديق والاخ فهيد الركراكي، ياسر الترجماني، شبوبه، طارق ربح، اسماء حموش، عبد الرزاق ايتباها، وكل فريق العمل اللي اشتغل يعني في هذا العمل، كتجمعنا علاقات انسانيه قبل ما يجمعنا الفن. وبطبيعه الحال ملي كتكون علاقه انسانيه قويه فانها تترجم يعني اوتوماتيكيا في ما هو فني. يمكن مشروع الان مع فرقه مسرح الحي، مسرحيه سدينا، واللي هي ايضا كان اشتغال هذه مده وحنا تنشتغلوا عليه، واللي غادي يبان في الشهر المقبل ان شاء الله. كاين ايضا مشاركه مهمه في المهرجان العربي في دولة العراق، غادي نشاركوا بعرض تاغونزا قصة تودا لفرقة فوانيس من ورزازات، وهذه المسألة هذه بطبيعة الحال تتشرفنا، لأننا سنمثل المسرح المغربي في محفل مسرحي عربي كبير. هو أولا كان واحد التفاعل جميل جدا، لأنه العرض عرض
اللي بغينا نقول هو عرض شامل، عرض مسرحي اللي كيجمع ما بين بزاف ديال الالوان الفنيه، عرض اللي فيه موسيقى، فيه غناء، فيه تمثيل، فيه رقص. فكيدر لي هادو هما الحوايج اللي كما قلنا جميع الالوان الفنيه مجموعه فيه، فاكيد انه غيكون عرض متميز. فحنا راهنا على 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 بزاف ديال الحوايج اللي باش تنجح العرض. وبالفعل كان ماشي من السهل انك هذا النوع من العروض يكون ناجحين، ماشي من السهل. عرض اللي الجمهور تقبلوا بواحد الشكل جميل وواحد الاستقبال كبير، كما قلت العرض اللي جد متميز، واللي هذا هو اللي خلى انه يكون عنده اقبال. فهاد العرض هذا باش نوصلوا لهاد النتيجه هو كان عندنا مجهود كبير، كانت عندنا اون ريزيدونس دينا على راسنا في واحد المكان، اننا ما خرجناش حتى خرجنا العرض واجد. فكيدر لي باش تجمع ما بين هادشي بربعه فماشي من السهل. الوغ الدور ديالي هو الدور ديال واحد الشخصيه اللي هي شخصيه صعيبه، شخصيه الباشا اللي هو كيمارس السلطه ديالو على واحد القبيله وكيسجن لهم الناس ديالهم بزاف ديال الاغراض، وبالتالي انهم النساء ديال القبيله انهم كيتوفقوا، انهم كيديروا له الحيله وكيطيح في الفخ وبالتالي كينتصروا عليه. كيظهر لي هذه مساله طبيعيه وسجين باسيون، هذه الواحد لما كيكون في التمثيل واحد المده انه كتبان انه كيبغي واحد الوقت حتى هو يجرب يدوز مور الكاميرا. فكل حاجه بالحلاوه ديالها وكل حاجه عندها يعني الاشتغال عليها بشكل، التمثيل حاجه والاخراج حاجه، وبجوجهم مزيانين ولكن افضل التمثيل.